حازم مرحبا. مرحبا بيك. بي صديقي. الحمد لله. نور. عايش كنت يا حازم. تعمل في فورماسيون قلت لي كوزين وكذا، عندك طموحات اكيد. ايه عندي طموحات من شنو، فماش حتى عابد ما عندوش طموحات في الدنيا هذي. كامل نقرا على روحي، يمشي يخدم يكامل روحه دار ما نعرفش اللي هو. كوزين فين تقرا؟ في شنو الفورماسيون بالضبط؟ جروسيا. الفورماسيون هذه بعد ما تكمل تاخذ الاتيستاسيون تاعك واموركم ريقله. يعني عديت ستاج عملناه في الجراند اوتيل حي ناصر وخذيت اتيستاسيون، والسنة ان شاء الله نعدي ستاج ما نعرفش فين اوتيل. هل هي اكسي انك يساعد تساعدك البلاصه اللي تعمل فيها فورماسيون انهم يبداوا تدبر خدمه في احسن بلايص؟ هي يا سيدي جا ثما بيت قابلي وتوا يخدموا واصلين، فهمت؟ وماذا بيا واحد ما عندوش ما يعمل يمشي يعمل فورماسيون على روحه، يدز معاه شكون بو هم واللي هو، فهمت؟ علاش اخترت كوزين ما اخترتش حاجه اخرى؟ والله نظيفه و دومينا كيف تحب غرام الحق. اسمعني انا راني دخلت من الاول مانيش مغروم، فهمت؟ لازمني فورماسيون خاطر كي مش نبقى كيكه باش نذيا، بعد يجي الغرام بالممارسه والدنيا كيا. مش مغروم ودخلت لها، هل لقيتها كان هي ولا ماكش مغروم بالطبخ، لكن عملت فورماسيون في الكوزين. اسمعني انا اي حاجه ريت مادام باش تخدم وكي حاجه باش تكون منها روحك، فهمت؟ لازم عليك باش تحبها، فهمت؟ اول ما باش تعرف كي الفورماسيون هذيك باش تمشي نقولوا احنا باش تمارسها وكل شيء باش تولي تحبها، كيما اي واحد يخدم ميكانيك يخدم بلومبي يخدم اللي هو، فهمت؟ بالممارسه الحاجه تولي تحبها، فهمت؟ كيما ما انت كي تخدم، فهمت؟ الممارسه هذا حاجه تحب فيها وتنشط فيها وكل شيء، كيما ما انا نحب الكويزين زاد. شنو طموحك بعد ما الفورماسيون؟ والله نحجج امي كاهو، حجج امي وان شاء الله ربي يسهل لي في مستقبلي كاهو. قصيت على القرايه من سنه شنو يسهل لك؟ زيمانيكو. زيمانيكو. اي من بعد. ما ندمتش قصيت. شنو هي؟ ما ندمتش انك خرجت القرايه. ليه؟ بكل. ليه؟ ليه؟ اسمعني نعطيك حكايه. باش يمشي انت قريت انت باهي كملت قرايتك شنو هي توا تخدم، وهي عابد زاد اخر يخدم ويكمل توا هي عابد بلي شهيدها متكين عليها، فهمتني؟ اللي يحب يكمل قرايته باش يشد خدمه باش يجيب منها فلوس، والفلوس هذيك باش يكون منها، فهمتني؟ انا زاده عملت فورماسيون نجيب منها الفلوس، فهمتني؟ تختار الفورماسيون خاطر اليوم كي تكون مكون كومي الفو فورماسيون كل شيء حكي وحرير خدمتهم انا نخدم الكل راه وقتي مانيش، فهمت؟ سيفيه لازم الواحد يخدم اخي في بالك ديريكت هكاك مشيت على فورماسيون كيما واحد مرمد في السيف يمشي يخدم المرمى يمشي يخدم. اسمعني اول ما بديت نخدم انا يظهر لي سيماني قداش كيك اي سيماني فك عطى للسيف، فهمتني؟ نخدم مع الجيل في جارنا باش كان يخلص يعطي لي 10000 في الجمعه. عام قداش؟ قداش عمري 20 سنه راني مانيش كبير صغير. انا سيماني يعني قلت لك سيماني ما نعرفش شوف انت واحد شنو يسموا بهين هذه 10000 وبعد نعرف كيكم كوا بديت تتعلم ولا يعطي في 20000 بعد ويا تخدم نجار يمشي كيك يحك يعطي 40000 بعد ويا خويا كي ميكانيك وك سنه 30000 ما تكونش هذيك. صديقي شفت محلى الانسان كي ملي هو صغير والديه يعلموه صحيت خاطر امك علماتك تخدم خاطر به كلنا خدمنا راه قبل ما كنت تخرج وقبل ما نكملوا قرايه. طلعت بالسبت دزتني باللحد قالت لي برمش يخدم امي مازال فيك برشا برمش يخدم اما كي تستحق تلقاها ديريكت. فما حتى واحد اسمع قاسيه لكن هي باهيه معاك. خليها بيك العباد الكل كان امك فهمتني. تطلع تهبط كان تلقى حدا وياك لا بوك لا حط لا خالك لا عمك لا حد شيء. ريت الانسان الكبس مش كبسكم الكبس يعاملك يعلم الاولاد انه يخرج راجل انه يعمل على روحه وانه هو اللي يعاون يمد يعاون امه مش يقعد هو يسنفه باش تشري له اللبسه وباش وباش. حتى كان كي مش يعني مش نمشي نخدم باش كي ما تعاونيش ولا ما تعطينيش نمشي نخدم تعطيني وتاخذ لي، فهمت؟ وما الحمد لله. صديقي ماهوش في مخك الحرقه انت؟ اسمعني حرقه اللي حتى في الطياره اللي كونش باش نمشي خويا من بعد كيك 15 يوم واحد يتفرط فيهم ويروح هذايا اكثر من 15 يوم اللي ما نحبش انا انسان ما نحبش نحب نعيش لهنا مش يعني نعطي في كل البلاد بيا على روح انت ما تيقش السفر؟ اسمعني مش ما تيقش الهجره معناها هدي انا نحب نعيش لهنا نحب كون نحب نعيش البذخ في بلادي يا خويا تو نجيبها الفلوس تو نجيبها الكراب العباد باش يمشوا برا باش يجيبوها انت باش تغبر باللي ماشي لبرا حارق شنو باش تخدم انت شنو هي باش تمشي تخدم ماك معروف هي باش تمشي يا خويا تبيع الزعتر هي تبيع الغابرة هذيك هي فهمت تجيك فرصة ونظيفة واش تخدم في كوزين وكذا يعني فرصة نظيفة بكونترات وباللي هو ما نخرجش انا نحب نعيش لان هذا وجهة النظر نتاعي انا مش باش تبدل ليه عمري 20 سنة ندادي يوم البرة باللي وصحيح مشوا جابوا الفلوس وربي عينهم وربي معاهم واللي مات
خويا انا نحب نعيش لهنا، عندي امي في الدنيا نحب نعيش معها لهنا، فهمت؟ حتى كان تجيني بلاش فلوس راني ما نمشيش، فهمت؟ تعرف امك اللي انت تخمم هكا؟ هذه امي تعرف، امي متهدية بها الحكايه هذي. ماكش نوم فيها؟ ليه اجي فدك معاها نقول لي انا راه تو يقولنا انا مثبته من الحكايه هذي اللي انا رأى. انت ما تحملش البعد على العائله على امك خاصه، ولا تخاف من تجربة أخرى قد تكون فاشلة وتهزك لا؟ ليه مش فاشلة، هذه أنا عايش لهنا وباش نعيش تجربة صحيحة لهنا، مش مهزني باش نعيش واحدة فاشلة ولا، واللي أنا عارف روحي راني حتى كي ناخذ دبلوم، فهمت سي ديجا قلت لك هكا كويزين وكل شيء، دبلومي نمشي نخدم بيه غاديك برشا فلوس. الدبلوم تاعك تنجم تخدم في أوتيل 5 إتوال، أوتيل معناها يخلص بالباهي ومطلوب نتصور. هذه مطلوبة الماكلة في العالم الكل مطلوبة، فما الماكلة معروفة تاعو. زاد تنجم تعمل بروجي خاص بي؟ هي تنجم زاد، اما اوتيل وتخدم كي عرش هي توريستك قلنا انا حاجه كي تعيش معاها كي بذخ هكا خدمه كالي. ان شاء الله فكرتك ما تتبدلش وتقعد وتسعى، اهم حاجه نختم يعني نسعى في الصيف في 15 يوم بعد القرايه ويدبر مصروف ويدبر فلوس. اما الفورماسيون قداش عندك توفى؟ هذا العام الثاني بي تي بي كويزين زيماني. يقراو معاك برشا؟ يقراو معايا من عرش، يعني من حمديه، من ريانه، من حي هليل، من بلايص كلها يقراو معايا، فهمت؟ حي تضامن زاده موجودين، وبالله تحيه لولاد حومتي حي تضامن وحي البساتين، فهمتني؟ شو نقول لك صديقي؟ صغار من انه نلقاو طفل من حي تضامن يقول لك انا ما نحبش نحرق، شباب في حي التضامن وفي برشا مناطق شعبيه اخرى يسوفري، اعطيه يخرج حتى على المظاهر حتى. حتى انا مشكلك ايه حتى في ولاد حي تضامن فهمت؟ العباد كل زاده تحب تحرق، فما عباد يحبوا يقعدوا، فما عباد يحبوا يعرقوا، هذاك هي فهمت؟ كل واحد وجه النظر نتاعو راه. شنو اللي خلاك اليوم تخمم في النضج هذايا، تخمم بالتفكير هذايا انه مش بالضروره نخرج لبرا باش نفرض روحي؟ خاطرني شنو هي؟ عاود لي بالله. شنو اللي خلاك بالنضج هذا انك تخمم علاش انا باش نسافر لبرا؟ نجم نعيش؟ نجم نعيش. شنو شفت مثلا الوالد كان يتعب؟ لاحظ الوالد اللي كان يتعب لحد شيء ما دخلوا شيء، ما هو يعمل في حد شيء، الوالده يرحم والديه في كل شيء، دار وقرايه وكونتنا ثلاثه صغار واللي عرس وانا مزال. هما اللي يخدموا. مش بالمدينه مش برشا نساء، امي ما ريتش منها يعني، امي بلف راجل فهمتني؟ وكاو بالله تحيه زاد كيف كي اسمعني، اي ام كي تدز مع ولدها وتدز مع صغارها فهمت، تبدا مراه راجل مش مراه هدي تخدم وتقوم السباع والراجل يبدا ياخذ وربي يهديها كل فهمت. عندي امي هذيك نواره في الدنيا هذي وكاو. شوفها مثابره. هدي مثابره ومجاهده وكل شيء والله، مجاهده في بلاد راك تشوف بلي تمشي السباع شنو تشوف، ماك تشوف كيران نساء واحد تفضلك قليل عايشك عايش. قول لهم نساء تخدم بالحق مستحفظ عليها ما يخليهاش، ما فهمت حج وامكم ما نعرفش انا عاونوا ديما فرحوا فهمت وكهو، وان شاء الله الواد يوصل هكا ويفرح وكهو. تفضلي عايش.